على خلفية حصول إطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية في منطقة مشاريع القاع، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن قوى تابعة للمؤسسة العسكرية نفذت انتشارا واسعا في المنطقة، حيث أوقفت سيارتي بيك أب من نوع هيونداي وفان من نوع تويوتا تقلان 10 أشخاص، 5 منهم لبنانيون والآخرون سوريون، وضبطت داخل السيارتين المذكورتين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة إليها وكميات من الأعتدة والألبسة العسكرية. وذكرت أنه جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم في شأنه. من جهة أخرى، زار رئيس أركان الجيش اللواء الركن وليد سلمان منطقة الجنوب ولواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب في صيدا، حيث اطلع على أوضاع الوحدات العسكرية المتمركزة ومهماتها، ثم جال سلمان في عدد من الوحدات المنتشرة في قطاعات مختلفة ناقلا إلى الضباط والعسكريين توجيهات قائد الجيش العماد جان أهوجي. وشدد رئيس الأركان على جهوزية قوى الجيش الكاملة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا وجوب البقاء إلى جانب المواطنين لتعزيز صمودهم في أرضهم وتفعيل التنسيق مع القوات الدولية العاملة في الجنوب التزاما بالقرار 1701 لإحباط مخططات العدو الذي صعد أخيرا خروقه الجوية للبنان. ودعا سلمان العسكريين إلى أقصى درجات المناقبية والانضباط وإلى مزيد من الوعي بما يتناسب ودقة المرحلة وحجم التحديات التي يتعرض لها الوطن.